بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا ما زلنا في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، والتي كانت في شهر شوال على الأرجح من العام الخامس الهجري أيضا على الأرجح. هذه الغزوة التي كانت عصيبة من غير قتال مباشر واشتباك مباشر ولا حرب، وإنما كان فيها الحصار الضاغط والشديد، فقد جاءت قريش تريد أن تهجم على المدينة ب4000، وجاءت غطفان أيضا تريد أن تهجم على المدينة ب6000، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر خندقا حول المدينة من جهة الشمال بمشاركة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الخندق كان طوله حوالي 5 كيلومترات. هل لك أن تتخيل هذه المسافة؟ الخندق 5 كيلو تقريبا، فلو أنت حاولت تتخيل كده في عالم الواقع يشبه ايه؟ مثلا لو الترعة اللي قدامنا دي، الترعة، شو الترعة قد ايه؟ شوف المساحة بقى ومسافة 5 كيلو. يمكن الترعة عندكم مثلا ما تجيش 0.5 كيلو، ولا لا، تخيل مسافة 5 كيلو. 5 كيلو، وهذه المسافة الكبيرة على الناحية المقابلة، فيها من الناحية الأخرى 10,000 من الكفار يريدون أن يلتمسوا ثغرة، مكانا يقفزون فيه ثم يقفزون منه إلى الداخل، ثغرة، يفتحون ثغرة ليصلوا منها إلى ناحية المسلمين، وفي المقابل الناحية اللي المسلمين فيها المسلمين عددهم 3,000. 3,000 بيحرصوا مساحة أو مسافة 5 كيلو. 5 كيلو، شوف. وهذا موقف صعب جدا، صعب جدا. والكفار ما كانوا يتوقفون عن محاولات الاقتحام، بذلوا محاولات للاقتحام، بعضها كان محاولات فردية قليلة، 5 أفراد أو 6 أفراد يحاولوا، وبعض هذه المحاولات كانت جماعية، 10,000 بيحاولوا ان هم يتسللوا ويعبروا إلى الناحية الأخرى في وقت واحد، وكان هذا من أصعب المواقف. فبسبب هذه المحاولات أنهم حاولوا يعدوا كلهم دفعة واحدة وفي مرة واحدة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في وقته ولا العصر ولا المغرب، وإنما فاتت منه صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، حتى صلى كل هذه الصلوات في وقت صلاة العشاء، صلى الظهر بعدين العصر بعدين المغرب وبعدين العشاء، هذا في يوم من الأيام.
وفي يوم آخر فاتت منه صلاة العصر فما صلاها إلا بعد المغرب. أن الموقف كان بالغ الخطورة، هناك محاولات مستميتة من الكفار المشركين للعبور، وهناك حيطة وحذر وانتباه واستعداد من جانب المسلمين، يعني في أفضل ما يكون بحمد الله عز وجل. المقصود أن الوضع الحرج ده ظل مستمرا، وضع صعب لسه، يعني أن الحصار دام حوالي شهرا، شهر في بعض الروايات أنه كان 24 يوم، وروايات 20 وروايات 15، والأرجح أنه كان حوالي 24 يوم، أيام مدة طويلة جدا. وكل المدة دي في حيطة وحذر وانتباه واستعداد شديد جدا، في قلة في الأكل، قلة في الشراب، قلة في النوم، قلة في الراحة، وضع ضاغط، وضع عصيب جدا. مقصود الحمد لله أن أصعب يوم اللي حاولوا فيه كلهم يعبروا دفعة واحدة أو في توقيت واحد، الحمد لله مر بسلام والحمد لله، ولكن بقيت المحاولات لسه برضو بيحاولوا، قريش بتحاول مع غطفان وبني قريظة من الخلف، وبيتفقوا مع بعض وبيرسلوا بعض هنعمل ايه، نتصرف ازاي، عايزين هجوم واحد في توقيت واحد. في ظل هذه الأجواء الضاغطة، وكان الجو شديد البرودة، بارد جدا، بل بعض الليالي كانت شاتية وفيها مطر، والمسلمين ما عندهم أكسية رضي الله عنهم وارضاه، ما عندهم أكسية، ما عندهم يعني ما يحميهم من البرد، وليس عندهم ما يسد جوعتهم، فالجوع موجود والبرد موجود، بالإضافة إلى الخوف أو الفزع. ما ده موقف مفزع، إيه الأحوال، مش خوف من الكفار بس، إيه الأحوال، الوضع هيبقى إزاي لو عبروا، لو مروا إلى الناحية الأخرى. ففي وضع ضاغط، فزع من ناحية، وجوع من ناحية، وبرد من ناحية، ومطر من ناحية، أوضاع صعبة جدا. غزوة الخندق دي كانت من أصعب الغزوات، ومدتها طويلة 24 يوم وقبل كده كان عناء الحفر يعني والإعداد، ده كان موقف صعب جدا. في الأجواء دي وفي الظروف الصعبة دي ربنا سبحانه وتعالى مدبر الأمر، هو المطلع وهو المدبر الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. يعني اللي حصل أن الله عز وجل ألقى في قلب رجل من غطفان الإسلام. شوف قبائل غطفان 6000 وجايين عشان يحاربوا الإسلام والمسلمين، وقريش 4000، واحد منهم اللي هو نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه، ألقى الله عز وجل في قلبه الإسلام بعد المحاولات اليائسة من غطفان، المحاولات وقريش، المحاولة اللي عملها عمرو بن عبد ود وقتل فيها، ومعه نوفل بن عبد الله، والمحاولة اللي عملتها قريش وغطفان هم يعدوا في يوم واحد كلهم 10000، وبعد بالفشل، واللي كان بسببها فات صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء. والمحاولة دي بعد المحاولات ديت ألقى الله عز وجل في قلبه الإسلام. إن فكر كده، إيه الأحوال دي، إحنا مش عارفين، إحنا مش قادرين، الأعداد الكبيرة دي مش قادرة، ده المسلمين دول يعني ربنا معاهم، ربنا حفظهم، ربنا بيأيدهم، ده إحنا معانا كل الإمكانيات، عدد وعدة، ومعانا الشجعان والأبطال والفرسان، مش عارفين، ودول قلة قدام مننا 3000 مش قادرين عليهم، مش قادرين، ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ ألقى الله في قلبي الإسلام، شرح الله صدره للإسلام، فقرر أن ينضم للمسلمين. هو كون إن أفراد يعدوا يوصلوا للمسلمين ده كان أمر سهل، إنما جيش يعدي
وممكن الأفراد حتى ممكن المسلمين يشوفوهم ويسبوه الأفراد، يبقى اللي داخل داخل لهدف، لأنه لو داخل يعمل عملية ولا حاجة ده مقتول مقتول، ما مش محدش هيخش بفرد عشان يعمل يحارب، اللي داخل ده داخل يعني يعني لهدف. والذي كان يريد أن يتسلل شخص واحد يقدر، ممكن ما فيش حس كتير، إنما أعداد سيظهرون أصواتا وسيكتشفون. المقصود أن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه ألقى الله في قلبه الإسلام، فترك غطفان ويعني تسلل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لف لفة كبيرة لحد ومر من الحرة لحد الحرة دي مكان قاحل، لحد ما وصل للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. عجيب عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده بين المغرب والعشاء، المسلمين صلوا المغرب ولسه ما جاش وقت العشاء والنبي يصلي. أصل الوقت ده وقت صلاة الأوابين، وقت الغفلة من المغرب للعشاء، ده وقت يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس يضيعوا الوقت ده، يصلي المغرب وعبال لما تيجي العشاء يتكلم شوية ويعني ده وقت مهمل ليس له أهمية عند الكثيرين. لا بالعكس، السلف الصالح كانوا يستغلون هذا الوقت، يعمرونه. بعضهم كان يمكث في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون. يا إما حتى لو واحد مكث في المسجد دون شيء هو في عبادة، هو في عبادة، فانتظار وعبادة يحبها الله عز وجل، انتظار الصلاة بعد الصلاة من الأعمال الطيبة. ولو انشغل بذكر الله عز وجل فهذا أفضل وأفضل، بدل أن يتكلم يعني في أمور الدنيا وينشغل. صحيح هو في المسجد وينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي هو فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يؤذي فيه بلسانه يؤذي الناس بلسانه، وما لم يحدث فيه، فإن استمر في مكانه وجلس هو في عبادة، إن جلس يذكر الله عز وجل في عبادة عظيمة جدا، يقرأ القرآن، يستغفر الله، يعني يدعو الله عز وجل وهكذا. المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمغرب والعشاء، والصحابة اقتدوا به، والتابعين الناس الصالحين كانوا يغتنمون هذا الوقت بدلا من إهماله وتضييعه. وهذا وقت صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء. المقصود أن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه لما تسلل ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء كان النبي يصلي، نبي صلي، كان النبي إذا حزبه أمر صلى. والله عز وجل يقول في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر من هذا الخير الموضوع. هذا خير موضوع يعني وضعه الله للعباد، أنزله الله للعباد، الصلاة خير موضوع نازل للعباد، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، خير كثر منه أكثر من الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالصلاة الكثيرة، كان النبي إذا حزبه أمر صلى، إذا أهمه أمر صلى، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس بيعملوا العكس، لما واحد يكون مهموم ما بيعرفش يصلي، يسرح هو بيصلي، يسرح تبقى الصلاة طويلة عليه وينشغل ويبقى مش مركز، مش عارف هو بيقول إيه. ده انت الهم بتاعك يخليك تركز اكتر وتقبل على الصلاة،
في واحد من الهم والغم اللي عنده مش قادر يقوم على حيله، مش قادر يصلب رجليه عشان يقوم يصلي. شوف ده هو علاجك في الصلاة، الفرج بتاعك في الصلاة، الدواء ان انت تصلي كتير مش ان انت تسيب الصلاة. وبعض الناس لما يبقى مهموم ولا مهموم يسيب الصلاة خالص، حدث عنده ابتلاء ولا اي حاجة تلاقيه ساب الصلاة. تسيب الصلاة ده انت علاجك ان انت تصلي وتصلي كتير كمان، مش ان انت تتمسك بالصلاة فقط، لا تستكثر منها. افزعوا الى الصلاة. اللي عنده هم او عنده غم او عنده حزن او عنده الام او عنده معاناة او عنده كرب يفزع الى الصلاة. قوم صلي. ناجي الملك سبحانه وتعالى، قم اتوضأ وصف قدميك وصلي واسجد واقترب. الصلاة هي العلاج، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. قيام الليل وغير قيام الليل، ده أنا زي ما قلت لك وبحكي لك وإحنا بنتكلم في السيرة ومنها بنتكلم في العبادات وكل الأحكام، بنقول لك نعيم بن مسعود لما راح بين المغرب والعشاء لقى النبي يصلي عليه الصلاة والسلام، وفي أوقات أخرى ربما يعني نأتي على ذكرها الليلة إن شاء الله. المقصود أنه هو جلس وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته. شوف برضو الأدب، وإلا كان ممكن أنه يمشي. لا لا لا، جه لقى النبي يصلي فقعد حتى يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا نعيم؟ النبي عرفه عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، شو الكلام، الجواب باين من عنوانه. قال يا رسول الله جئت أبايع على الإسلام وأشهد أن ما جئت به الحق والصدق. أنا جاي بايع على الإسلام، أنا جاي مسلم وأشهد أن ما جئت به الحق والصدق، وأسلم والحمد لله رب العالمين. ثم حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، حكى للنبي اللي النبي عارفه، قال له إن قريش وغطفان جاءت وتواطأت عليك واتفقت على كذا وأرسلوا إلى بني قريظة. الأحوال النبي عرفها عليه الصلاة والسلام. فمرني وقومي لا يعلمون بإسلامي. فالنبي بيعرض عليه برضه، طالما هو قال معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم برضه بيعرض عليه معلومة تانية عجيبة جدا وغريبة، عجيبة وغريبة. ايه هي؟ النبي قال له ان بني قريظة قد ارسلوا الي يصالحونني. بعد قريش ما فشلت وغطفان فشلت فبعتلي عشان يصالحوني. ايه الصلح ده؟ قال ارسلوا الي يصالحونني فيكونون معي على قريش على ان يدفعوا الي برهائن اقتله، وعلى ان ارد بني النضير الى ديارهم واموالهم. عارضين بقى عرض، احنا ندمنا لما نقضنا العهد والميثاق، لما دخلنا مع قريش وغطفان ندمانين احنا، واحنا نرجع تاني نكون معاك على قريش وغطفان ونجيب لك منهم رهائن تقتلهم، بس لنا مطلب ان انت ترجع لنا بني النضير دول اللي النبي جلاهم عليه الصلاة والسلام. بني النضير وراحوا خيبر، قالوا بس ترجع لنا ايه قرايبنا وبلدياتنا كده، يعني بالمعنى البلد بتاعنا ايه اليهود اللي زيهم، ترجعهم تاني لديارهم واموالهم واحنا نرجع تاني الصلح نبقى معاك ضد قريش ونجيب لك كمان رهائن تقتلهم. النبي ما ردش عليه عليه الصلاه والسلام، لسه الموضوع. فقال نعيم بن مسعود يا رسول الله مرني بما احببت، يعني انت امرني انا للتنفيذ، تيجي لي الامر وانا انفذ، بس مرني بما أحببت، ما تأمرني بأمر إلا مضيت له. أي حاجة تأمرني بها أنا أمشي أنفذها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد. ما أنت واحد، ما أنا عندي في أعداد المسلمين كتيرة، ما لو في مهمة كان النبي أمر بها حد من المسلمين قام بها. قال إنما أنت رجل فينا رجل واحد، وإن الحرب خدعة، كده تتقرأ بفتح الخاء وبيضميها، فإن الحرب خدعة، خدعة أو خدعة، فخذل عنا ما استطعت، صد عننا، شيل عننا على قد ما تقدر. هو مستني أمر إيه؟ اعمل كذا، قتال مثلا أو حرب، لا لا لا، النبي قال له خذل عنا ما استطعت، رد عننا، حوش، احجز عننا على قد ما تقدر. وفعلا نعيل بن مسعود خد الأمر العام ده وراح بقى هو إيه يستعين بالله وينفذ. وهنا يعني نوعيات الصحابة، ما كانوا يكثرون الكلام ولا السؤال، وإلا أنا أعود يعني أعود أتخيل، طب لو أنا كنت مكان نعيم بن مسعود والنبي قال خذل عنا ما استطعت، كنت قلت وأنا إيه، طب هعمل إيه يعني؟ يعني لازم لازم أمر، لازم توجيه. فواحد زي حضرتك كان هيقول للنبي يعني أعمل إيه يعني؟ طب قل لي وأنا يعني، وضح لي، فهمني، بين لي، مش كده ولا إيه؟ لا لا لا، خلاص خذل عنا ما استطعت، خذ الأمر ويروح ما يشغل عقله، يستعين بالله. ولا أنت أحيانا في بعض المواقف أنت شغل أنت عقلك، شغل مخك، اتعب أنت. المقصود خذ الأمر العام، خذل عنا ما استطعت وذهب. أنا رسم لك دي خط السير بتاع نعيم بن مسعود عشان تبقى عارف إيه اللي أنا كاتبه ده. هو من غطفان فراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان في القبة، وبعدين راح لغطفان، بني قريظة ولا إيه، وبعدين من بني قريظة راح لقريش، ومن قريش راجع لغطفان، ومن راجع لبني قريظة تاني. ده مكوك، ده شغال مكوك رضي الله عنه، وكل التحركات دي مش سهلة. جاي من غطفان راح للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخد الأمر، راح لقريظة، ومن قريظة لقريش، ومن قريش لغطفان، ومن غطفان رجع لقريظة تاني، ومن قريظة رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ايه اللي حصل بقى لما النبي قال له خذل عنا ما استطعت؟ توجه الى بني قريظة اللي هم القريبين منه، فهو فكر في خطة يعني يعمل ازاي، يخذل ازاي، فكر في خطة، فراح لبني قريظة. ولما دخل هو معروف جدا نعيم بن مسعود، هم عارفينه، اليهود عارفينه، ومشهور في غطفان، ومشهور عند قريش، والمسلمين عارفينه برضه، فده كان شخصية غير عادية. ذهب إلى بني قريظة وقال يا معشر بني قريظة، أول ما دخل مواصل عندهم رحبوا به وعرضوا عليه الطعام والشراب. قال ما جئت لطعام ولا لشراب. وممكن اللي قاعدين اكيد دلوقتي عرفتوا ليه عرض عليه ياكل ويشرب. فاكرين لما ابو سفيان بعت لهم وقال لهم ان عايزين العلف وعايزين الطعام، التموين اللي معاهم خلص، فبعتوا له قد ايه؟ 20 جمل، واتمسكوا الحمد لله وراحوا لصالح المسلمين. فالمشركين هناك عندهم نقص في العلف ونقص في الشعير، كان رايح لهم شعير، ونقص في التمر. وبنو قريظة عارفين الناحية التانية محتاجين أكل وشرب وعلف. فلما جه نعيم بن مسعود قالوا يبقى إيه؟ جعان وعطشان، جهزوا له الأكل والشرب. عرضوا عليه الطعام والشراب، قال ما جئت لطعام ولا لشراب، وإنما جئت خوفا عليكم ونصبا من أجلكم. أنا جاي تعبان عشانكم، وانا جاي خايف عليكم، انا جاي جئت اشير عليكم بالرأش. قالوا نعم، انك عندنا لست بمتهم،
وأنت على ما نحب من البر والصدق، أنت مش متهم عندنا. قال قد عرفتم ودي لكم ونصحي لكم، قالوا نعم لست عندنا بمتهم وأنت عندنا على ما نحب من الصدق والبر. فبدأ يقول لهم يشرح لهم. أول حاجة قال لهم لقد علمتم أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بلاء. الأول اللي أنا نسيت أقول لكم، لأنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال له خذن عنا ما استطعت، قال يا رسول الله فأذن لي أن أقول شيئا، بس أذن لي أن أنا أقول حاجة. قال قل ما بدا لك فأنت في حل. قال له بس هقول كلام كده ممكن أطعن في فيك يا حبيبي يا رسول الله في الإسلام في كذا. فالنبي قال له قل ما بدا لك أنت في حل، سامح حرب خدعة. فبدأ نعيم بن مسعود هو ده مخطط، يعني عارف هيقول ايه. فقال لهم تعرفون ان هذا الرجل بلاء، جه بلاء ليه؟ قال لهم فاكرين بنو قينقاع عمل فيهم ايه؟ النبي جلاهم من المدينه وراحوا على مشارف الشام وهلكوا الحمد لله. وقال لهم عرفتم ما فعل ببنو النضير؟ فايه جاب لهم الحاجات اللي فاكرينها وعارفينها. فقال لهم هيعمل فيكم كده، ما انتوا اللي فاضلين. بنو قينقاع طلعوا وبنو النضير طلعوا، وفاضل مين غيركم؟ فاضل مين غيركم؟ مفيش. فقال لهم ان ايه، انتوا هيحصل لكم زي ما حصل مع التلاته دول لو استمريتوا في حرب محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بيرد عليهم ان كده ما تحاربوهوش. امال قال لهم لا تحاربوا مع قريش، تحاربوش مع قريش ولا مع غطفان، فإنكم إن تركتم القتال رجوت أن تعودوا إلى ما كنتم عليه. لو خرجتوا أنتم من القتال يمكن العهد بتاعكم مع النبي يرجع زي ما كان، يبقى فيه معاهدة وكده وما لا يحاربكم، يرجع الميثاق على ما كان عليه. ده هو شوف، عارف عملية غسيل المخ، بيشيل من عندهم أفكار ويدخلهم أفكار تانية. شفتوا اللي حصل مع بني قينقاع؟ شفتوا اللي حصل مع بني النضير؟ الدور عليكم لو استمريتوا. وبعدين قال لهم بقى ان قريش وغطفان جاءوا سيارة، ان وجدوا فرصة للحرب حاربوا، وإلا رجعوا وتركوكم. دول جايين مزا وهم ليسوا كمثلكم، فأنتم أهل البلد، انتوا أهل المكان ده، هم مش زيكم. لو لقوا فرصة هيحاربوا، ما لقوش هيرجعوا بلدهم، انما انتوا مش زيهم. لو لقيتوا فرصه للحرب هتحاربوا، ولو ما لقيتوش مش هتقدروا ترجعوا تروحوا حته ثانيه. فقال لهم الراي اللي انا بشير بيه عليكم ان انتوا ما تحاربوش، وكمان لو اضطريتوا قوي يبقى في قدامكم احتمال واحد بس تخشوا بيه الحرب، ان تاخذوا من قريش وغطفان رهائن من اشرافهم حتى تستوثقوا من قتالهم، لحد ما تطمنوا وتتأكدوا انهم هيحاربوا. ده الاحتمال الوحيد اللي تحاربوا فيه، ان انتوا تتأكدوا ان غطفان وقريش هيحاربوا حرب رجل واحد. خشوا معاهم بس قبل ما تخشوا لازم الرهائن. قالوا اشرت علينا بالرأي، فعلا ده رأي، كنا هنخش بالحرب لازم ناخد رهائن عشان نضمن ان هم كده كده هيحاربوا، مش هيرجعوا يسيبونا. سابهم وراح عند أبو سفيان. لما راح عند أبو سفيان قال قد عرفت ودي ونصحي، قال نعم لست عندنا بمتهم. فقال له أنا جلست جاي دلوقتي من عند قريظة. ده هم ندموا، معنى الكلام ندموا على نقضهم العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه أن يكونوا معه ضدكم، وأن يدفعوا إليه 70 من أشرافكم فيقتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ندموا، لا مش بيسخنوا يا ريت، ده بيخوف. قالوا دول ندموا وهيبعتوا يطلبوا رهائن، والرهائن دول هياخدوهم يدوهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فإذا راسلوك فلا تدفع إليهم بالرهائن، لما يبعتوا لك ما تقبلش. قال قد أشرت عليه، رأي ده سابه وراح على غطفان.
هو واحد من غطفان. فقال لهم أنا لسه جاي من بني قريظة دلوقتي، وندموا على نقد العهد والميثاق، وناويين ياخدوا 70 منكم من قريش من الأشراف السادة ويدفعوهم إلى محمد ليقتلهم، كده يبقى إيه كفروا عن اللي هم عملوه. طيب يبقى إيه الحل؟ إيه قال لهم إيه؟ إذا أرسلوا إليكم فلا تدفعوا إليهم بالرهان. قالوا قد أشرت. ده كده أيضا. وبعدين رجع لبني قريظة تاني، رجع لبني قريظة. وهو عند بني قريظة أبو سفيان بعت لهم قالوا لهم إن قال لهم البقاء بتاعنا طال، المدة طولت ولازم إجراء، لازم نعمل حاجة. إيه الحاجة دي؟ قال لهم انهضوا نهجموا على محمد ومن معه هجمة رجل واحد في وقت واحد، كلنا نهجم. وبعدين خلاص عرض أبو سفيان، فالرد بقى بعتوا له الرد، قالوا له كان العرض بتاع أبو سفيان ليلة السبت، يعني يوم جمعة بالليل زي كده الجمعة النهاردة اليوم الحبيب الليل، ليلة السبت صباح السبت. وبعت لهم أبو سفيان المرسال. مين المرسال؟ خالد بن الوليد دلوقتي رضي الله عنه انه كان رايح مرسال، وعمرو بن العاص، ومجموعه كده هم اللي رايحين. فالرد بتاع اليهود لابو سفيان قالوا له قد علمت اننا لا نعمل شيئا في يوم السبت، انت عارف انت بتقول لنا بكره نهجم كلنا مره واحده، ما انت عارف السبت بالنسبه لنا ايه، لا نعمل شيئا في يوم السبت، وقد خالف قوم منا في يوم السبت فحدث لهم ما حدث. مش هقول لابو سفيان ما لا يصدق بالقران، بس احنا عندنا في القران ايه؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده. هم عارفين القصه دي، عارفينها كويس قوي. فبعتين لابو سفيان يقول له في ناس مننا خلفوا يوم السبت حدث لهم ما حدث، حصل لهم حاجات كده. ومع هذا خلاص لو انتوا قررتوا تخشوا في القتال سنشارك معكم شريطة أن ترسلوا إلينا 70 من الرهائن، ابعتوا لنا 70 وإحنا نخلف السبت وغير السبت، اليهود دول ممكن يعملوا أي حاجة، السبت هنخلفه بس ابعت لنا 70 وإحنا نحارب معاكم. لما الرد جه لأبو سفيان قال صدق نعيم، هذا ما قال نعيم فعلا، ده طالما 70 زي ما قال يبقى مش عشان يحاربوا معانا، عشان ندموا وهيسلموهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يضرب رقابهم. قال لا مش هنبعت 70. فخوف مين دلوقتي؟ ابو سفيان. وساب سفيان وراح لغطفان تاني، ده مكوك من هنا لهنا لهنا من هنا لهنا لهنا، وراح لغطفان برضو. غطفان كانوا بعتين رساله للبني قريظه ان يلا بكره، فبعتوا لهم ماشي موافقين بس تبعتوا لنا ايه؟ بيت السبعين. قالوا صدق والله ما قاله نعيم. شوف، وراح جاي رجع لبني قريظة تاني، وهو في بني قريظة قال لهم جئتكم من عند أبي سفيان، أنا لسه جاي من عند أبو سفيان، وأنتوا لما بعتوا طالبين السبعين كنت أنا قاعد، كنت أنا قاعد. قالوا له سمعت إيه؟ قال سمعت أبو سفيان يقول لا والله لو سألوني عناقا ما أعطيتهم رهنا، ما أعطيتهم له رهنا. العناق معز. فلهم ده أبو سفيان مش هديكوا أبدا، ده حلف إن لو طلبت منه مش بني آدم لو معزة مش هيديك. شوفوا نعيم بن مسعود عمال إيه، ما يفقد الثقة هنا وهنا وهنا، يزعزع الثقة دول في دول في دول. فمرة يروح لأبو سفيان يقول له هيبقى يطلبوا 70 يدونه محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجع لبني قريظة يقول لهم أنا لسه جاي دلوقتي، لما بعتوا طالبين 70 كانوا أنا كنت عند أبو سفيان وسمعته بيقول لو عايزين أي رأينا حتى لو عناق لو معزة مش حد لهم حاجة. فقالوا يبقى فعلا مش ناويين يحاربوا، يعني لو وجدوا فرصة هيحاربوا، ما جدوش هيرجعوا يسيبونا. فوقع بينهما الإياس، يأس كل فريق من الآخر خلاص، يعني بعد ما قالوا فعلا ممكن، بس هنا
حصل موقف خطير جدا جدا. ايه الموقف؟ وهو لسه في بني قريظة سمع كعب بن أسد، كعب بن أسد سيد بني قريظة بيقول والله لا أقاتل محمدا، أنا مش هحارب، وإن حيي بن أخطب رجل مشؤوم، ده هو اللي سبب نقض العهد والمسألة، أنا مش هحارب. فقام الزبير بن باطة، واحفظ الاسم ده ما تنساهوش، الزبير بن باطة قال يا قوم إن قريشا لن تدفع عليكم برهائن، فهم أكثر منكم عددا وعدة وكراعا، مش هيبعتوا لكم أبدا، أرى أن نشاركهم في قتال محمد حتى نقضي عليه، ما انتوا ما تبعتوش تقولوا لهم عايزين رهائن مش هيدوا لكم رهائن، امال قال ايه؟ قال نخش معاهم في الحرب من غير شروط، ما نطلبش حاجه. يا ده كان كده هيرجع الامور، هيلغي، هيهدم كل اللي عمله نعيم بن مسعود الزبير بن باطه. قال خشوا وافقوا في الحرب وخشوا ما تطلبوش رهائن، واتفقوا على يوم ونشترك معاهم ونهجم على المصريين هجمه راجل واحد لحد ما نقضي عليهم. فلم يوافقه احد، الحمد لله ان الاقتراح بتاعه ايه، حدش قبله، والا ده رجع ايه، ده هو كان نعيم بن مسعود مركز حته الرهائن دي، ها الرهائن، ويخوف دول من دول بسبب حته الرهائن. فهو السبيل بن طارق قال بلاش موضوع الرهائن، ما نخش معاهم كده، يا ربنا ستر، الحمد لله ما حدش وافق على هذا الاقتراح، وقرروا الا يدخلوا في القتال. ليه؟ نعيم بن مسعود قال لهم لو ما دخلتوش يمكن ترجع الامور الى ما كانت عليه، يمكن، بس هو قال يمكن دي من اجتهاده يعني، ما قال لهمش النبي قال كذا، قال لهم يمكن ترجع الامور، مناهم يعني. بس وقعدت قريش تبعت لبني قريظه، وبني قريظه قال لهم لا ابعتوا لنا الرهائن، وقريش تقول لهم لا من غير رهائن مع بعض، وغطفان تبعت لبني قريظه يلا هجيبهم معانا في يوم واحد، يقولهم لا ابعتوا الرهائن الاول، ودول مش عايزين، خايفين يبعتوا الرهائن، لبين بنو قريظه يدوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظه كل ما يسمعوا دول ودول يقولوا لا، يقولوا يبقى فعلا مش ناويين القتال. حصل خلخله، وده تاجيل، تاجيل تسويف، الحمد لله ربنا ستر وربنا سلم. كل دي مده، ده يطلع من هنا يروح لهنا، يعني جه من غطفان عند النبي صلى الله عليه وسلم، راح بني قريظة، من بني قريظة لأبو سفيان قريش، بعدين راح لغطفان، من رجع لبني قريظة، من رجع لأبو سفيان، من رجع لبني لغطفان، بعدين رجع لبني قريظة تاني، وكل ما يروح حتى يقول لهم أنا لسه جاي من عند دول قالوا كذا، لسه جاي من عند دول قالوا كذا. وقت عمال يعدي والأحوال صعبة جدا، وأرسل الله عز وجل ريحا، ريح زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا إيه لم تروها. الريح، ربنا بعت الريح على الكفار، هي برضو في الناحية التانية عند المسلمين، بس العمائل بتاعتها عند الكفار غير عمائلها عند المسلمين. بتعمل إيه عند الكفار؟ الخيام بتقطع الأوتاد بتاعتها، وتخرق القباب، بتقطع القماش بتاع الخيم، وبتقطع الحبال بتاعت الخيم، وتكفئ القدور، وتطفئ النيران، اللي مولع نار النار تتطفى، عايز يتدفى او عايز يسوي حاجة، القدرة يحطوها عشان يعملوا اكل ولا حاجة تتكفأ، الخيمة بتتقطع، الخيمة بتتقطع، والحبال بتتقطع. فالريح يعني ارسلها الله عز وجل على الكافرين تعذبهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكمان ربنا أرسل عليهم ملائكة، الملائكة بتعمل إيه؟ تلقي الرعب في قلوبهم، خوف، خوف كده يحسوا بيه، مع إن قعدوا فترة طويلة جدا ما عندهمش خوف، بس بدأوا يشعرون بالخوف، فأصبحت الأحوال صعبة. ريح، وهذه الريح هي ريح الصبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الريح الشمالية أو الشرقية،
أهلكت عاد بالدبور. الريح النوع بتاع الريح دي غير النوع بتاعت الريح ديت، ريح ربنا أرسلها سبحانه وتعالى. عند المسلمين في صقيع، في برد شديد جدا، برد شديد جدا. في البرد ده وفي ليلة شتية وفي جوع في ليلة من الليالي بتاعت الريح ديت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ففرغ من صلاته، النبي هرجع لها تاني، ثم قال: من رجل يأتيني بخبر القوم ثم يعود؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فلم يتحرك أحد. الصحابة سهرانين، من تعرف السعة على الإنسان ما يجيلوش نوم، سعة وجوع وفزع. فالنبي يقول لهم مرة تانية: من رجل من أصحابي يأتيني بخبر القوم إنه قد حدث في القوم حدث، في حاجة عندهم، من يأتيني بخبر القوم؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. الصحابة لما كانوا يسمعوا كلمة الجنة دي كانوا بيعملوا أي حاجة. الليلة دي من الجوع والخول والفزع والصقيع ما حدش يتحرك، سامعين الجنة. وبعدين النبي يقول إيه؟ ثم يعود ثم يرجع. مين اللي هيجيب لي الخبر ويرجع؟ يعني أمانة هو بشارة إن اللي هيروح هيرجع. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، من قام أحد؟ ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال أبو بكر: يا رسول الله أرسل حذيفة. قال: دونك والله، روح أنت. أنت أبو بكر عنده ثقة في حذيفة، يحبه، عنده فيه ثقة، هو ده رجل المهام الصعب، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. فالنبي قال: قم يا حذيفة. يقول: فلم أجد بدا بعد أن عينني رسول الله. لو كان يقول راجل يقوم كل واحد يقول يمكن حد غيري، ما كلمة راجل دي. لما النبي قال له: قم يا حذيفة، قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حذيفة، قال: فقمت وأنا أتقاصر إلى الأرض حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم، وما علي إلا مرت لامرأتي. يغطي إلى ركبتي، عليه كساء مش بتاعه، هو فقير ما عنده ملابس كتير، ما عنده ملابس تقيلة ولا خفيفة، ده جايب المرط الكساء بتاع زوجته، وكمان مش واصل إلا لحد ركابه، يعني الساقين متلجين ساعنين جدا. فقعد على الأرض عشان ما يقومش في الساعة، ساعة ريح شديد جدا، شوف الوضع صعب جدا. فقام سيدنا حذيفة رضي الله عنه، فالنبي قال له: حدث في القوم حدث، ائتني بخبر القوم. فقال: والله يا رسول الله ما بي أن أقتل، أنا عندي خوف بس مش أن أنا أقتل، ما بي إلا أن أؤسر، أنا خايف يأسروني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تؤسر، وليس عليك بأس من حر أو برد، لا هتحس بحرد ولا برد ولا تؤسر. يقول: فمشيت، فوالله ما خلق الله في جوفي فزعا إلا خرج مني، ولا قرا سعيا إلا خرج مني. الفزع اللي كان جوايا من شوية راح أول ما بدأت أمشي، والتلج البرد طلع راح الحمد لله. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. النبي تعالوا ربنا يحفظه من قدامه ومن ورا ويمين وشمال وفوق وتحت. فراح سيدنا حذيفة، ما مش هلاقي صعوبة انه يروح الناحية التانية. اول ما يروح راح عند قريش، دول اللي يعني النبي قال له لما تروح، شوف بقى تقول سبحان الله العظيم، شوف الاحوال الصعبه اللي ممكن تحصل والنبي عالجها ازاي. النبي قال له لما تروح
لقريش قل لهم الكلام اللي إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤساء الناس، فتصفون للقتال فيكون القتل فيكم. يعني النبي يقول لحذيفة قل لهم، قل لقريش الناس بكرة الصبح هيطلبوا أن أنتوا تبقوا في المقدمة عشان لو حصل قتال يبقى فيكم أنتوا مش في حد غيركم، بيخوفهم يعني. فكأن حذيفة يقول لهم إيه، لو قالوا كده ما تسمعوش الكلام ده هيضحوا بيكم أنتوا، إنما خلوا بقية الناس هم اللي قدام مش أنتوا. فالنبي قال له إيه، لما تروح لقريش قل لهم الناس إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤساء الناس، فتصفون للقتال فيكون القتل فيكم. حذرهم الناس هيضحوا بيهم عشان ما يوافقوش. وبعدين النبي قال له وتخش في بني كنانة وتقول لهم إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين بني كنانة، أين رماة الحدق. الناس هيقول لبني كنانة الصبح الناس هيقدموكوا انتوا وهيدوروا عليكوا لان انتوا رماة الحدق، انتوا اللي بتنشنوا كويس، فهيصفوكوا للقتال فيكون القتل فيكم. فقال لهم لو الناس قالوا كده دوروا عليكوا وقدموكوا ما تقبلوش. وقال له تسيبهم وتروح لقيس، دول برضو من غطفان، وتقول لهم انما يريد الناس اذا كان غدا ان يقولوا اين قيس، اين الفرسان، اين كذا اين كذا، عشان يصفوكوا للقتال ويكون القتل فيكم فما توافقوش. شفت النبي قال له ايه، هتروح لدول تقول لهم كذا، تروح لدول تقول لهم كذا، تروح لدول تقول لهم كذا. وراح سيدنا حذيفة، اول ما راح راح على قريش فلقى نار، يعني ايه تطفى وتولع تطفى وتولع، وحوالين منها رجل ضخم وحوالين منه ناس. قال ولم اكن اعرف ابا سفيان ولكن تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث في القوم شيء حتى تأتيني، ما تعملش حاجة. والنبي قال في بعض الروايات إيه، لا تهيجهم علي، لا تذعرهم علي. النبي قال له ما تهيجهمش علينا. فكان خد سهم ولسه هيضرب في الرجل الضخم ده، يعني هدف حلو قوي كده وواضح، ويعني يعني مش محتاج مقشر زي ما تقول كده، حاجة مقشرة كده ضخم والمسافة قريبة والسهم هيجي وناس قاعدين حوالين منه وضخم حاجة كبيرة كده، يعني هدف كده ايه صير ثمين يعني. بس افتكر النبي قال له ما تهيجهمش لا تحدث في القوم شيء، فراح قال ايه رجعت السهم ده. فقرب، لما قرب عرف ان ده ابو سفيان، وعمال يقول للناس الرحيل الرحيل، احنا بكرة بكرة لو ما فيش انجاز يبقى نرجع، الرحيل كله يستعد ويجهز، يا اما حرب يا اما رحيل. وسمع بقى ده خبر حلو قوي، يعني لو بكره فات من غير حرب يبقى الرحيل خبر جميل جدا، هو ده الحدث. قال وشعر ابو سفيان ان غريبا جلس في وسطهم. ابو سفيان حس برضو بحركه غريبه جدا، ابو سفيان برضو ده كان من دهات الناس، قال ان في غريب قاعد. قال لينظر احدكم من بجواره، كل واحد يبص اللي جنب منه يتأكد في واحد غريب، كلهم عارفين بعض. يقول حذيفة فبدأت الحديث خشية أن يتهموني، فأمسكت بيدي من عن يميني فقلت من أنت، قال معاوية بن أبي سفيان. فأمسكت بيدي من عن شمالي وقلت من أنت، قال عمرو بن العاص. بس وسكت سيدنا حذيفة، كأن هو اللي بيتهم ايه الاثنين اللي جنبه، مش هو المتهم هو بيتهمهم. فطالما قالوا بقى، طالما واحد بيتاكد يبقى هو بقى من اللي قاعدين، يعني مش هو ده الغريب. شوف توفيق من حذيفه، الصحابه دول موفقين اذكياء وعندهم فطنه وعندهم كياسه، مسددين وموفقين رجلا، وعنده سرعه بديهه. عارف لو واحد زي حالتنا كان احتاس، كان احتاس، كان اول ما سمع ابو سفيان بيقول في غريب يجري يجري بقى، هتتمسك هتيجي ولا ايه؟ لا لا لا، ده عنده بديهة حاضرة، ذكاء وفطنة وتوفيق الله عز وجل، مسددين ملامين. رضي الله عن حذيفة.
لسه احنا في الاجراء، لان الصبح هيقول لهم برضو هيخوف قريش من بني كنانة، وهيخوف بني كنانة من قيس، وهيخوف قيس من قريش، وهيخوف بني كنانة من قريش. هيقول زي ما النبي قال له عليه الصلاة والسلام. هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يفك الحصار عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يفك الحصار عن أهل غزة، عن أهل فلسطين. نسأل الله أن يؤيدهم بريح من عنده وبجنود من عنده. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل لكل المسلمين من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل المسلمين فرجا قريبا، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.